أعلنت إيران أنها ستواصل برنامجها الباليستي معربة عن إدانات للعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن. وقد كانت الولايات المتحدة وكل من فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا قد حضت طهران على وقف إطلاق صواريخ باليستية عقب قيامها بإجراء تجربة لإطلاق صاروخ يحمل أقمارا اصطناعية لوضعها في مدار الأرض. وفي بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية، نددت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بتلك التجربة الصاروخية ودعوا طهران إلى الكف عن القيام بعملية أخرى لإطلاق صواريخ باليستية مع وقف البرامج المرتبطة بهذا البرنامج العسكري المحظور.